قال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية عادل الحج إبراهيم محمد إن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة نظمت تعامل الموظفين بالقطاع الحكومي مع أجهزة وسائل الإعلام. وأكد في تصريحات صحفية أن الحسابات الشخصية للموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، ويحظر على الموظف نشر المنصب أو المسمى الوظيفي وبيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل. وشدد على الموظف عدم إفشاء المعلومات الرسمية والوثائق التي حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته، سواء كان ذلك كتابيا أو شفهيا أو إلكترونيا، وصدر بشأن سريتها تعليمات أو قرارات أو تشريعات خاصة حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا حصل على موافقة خطية من السلطة المختصة بذلك. وأشار إلى أنه يجوز للموظف الإبلاغ عن المخالفات التي يرتكبها مرؤوسه أو رؤسائه في العمل شريطة ألا يتخذ من الإبلاغ أو الشكوى ذريعة للتطاول عليهم.